السلام عليكم. سجاد الموسوي من العراقية الإخبارية. أستاذ أحمد، يعني أنت كإعلامي أيضا في هذا المنصب، المواطن يحتاج إلى معلومة دقيقة، وتعودنا أن ننطي هذه المعلومات. لماذا لا تتخذ الحكومة إجراءات آنية سريعة وحلول سريعة لمعالجة الأزمة المالية، كالذهاب إلى فرض ضرائب على نافذة بيع العملة، تخفيض مرتبات الدرجات الخاصة من مدير عام فما فوق، وبعض الضرائب لمعالجة الأزمة المالية آنيا؟ وهناك أيضا بعض الإجراءات ربما تحدث بها أحد النواب بكشف ديون لشركات الهاتف النقال تقدر ب 1.2 تريليون دينار عراقي، ربما هذه تغطي العجز المالي في الحاجة الفعلية الشهرية. هذا الشق الأول من السؤال، واسمح لي بالشق الثاني باختصار. ما هو مصير الشرائح المشمولة بالتعيين المركزي كقانون التدرج الطبي للمشمولين والمحاضرين إذا ما رحلت مطالبهم على موازنة 2020-2021 التي قال عنها رئيس وزير المالية بأنها تخلو من الدرجات الوظيفية؟ شكرا جزيلا وآسف على طالة. بالنسبة لسؤالك الأول، هذه حكومة لا تعمل بردات الفعل. هذه الحكومة من أجل إصلاح الاقتصاد العراقي قدمت دراسة استراتيجية من 100 صفحة سميت بالورقة البيضاء، وهي خطة لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي. ولاقت هذه الورقة لا أقول محليا فقط، بل حتى في جولتنا الأخيرة في أوروبا استغربنا من مدى المعلومات الكبيرة والدقة والاطلاع على هذه الورقة وتفاصيلها، وقيل لنا أنه إذا تم تنفيذ هذه الورقة فستنتقلون بالبلد انتقاله، يقصدون العراق، انتقالة كبيرة في مجال الاقتصاد، وستنتقلون بالاقتصاد العراقي نقلة نوعية، وسيدخل في مصاف خلال 5 سنوات يدخل في مصاف اقتصاديات الدول المتقدمة. لذلك لا تلجأ الحكومة إلى نفس الإجراءات الآنية ردود الفعل التي بالإمكان أن تحل مشكلة هنا ومشكلة هناك دون رؤية استراتيجية واضحة لاقتصاد الدولة العراقية، وهذه مسؤولية. قد تكون الخبرات اللي اكتسبتها الحكومة العراقية من خلال متابعتها لأداء الحكومات السابقة، هذا الأداء المتخبط في إظهار هوية اقتصادية واضحة واقتصاد رصين، قد استفادت من كل هذه التجارب والأخطاء ووضعت هذه الاستراتيجية وهي ماضية بها، مع التزامها بحلول آنية قانونية لجأت لها، وهنا أقصد قانون تغطية العجز المالي اللي تحدثت عنه قبل قليل لتأمين الرواتب لحين إقرار موازنة 21. هذا القانون إذا مر بالأرقام التي طلبتها الحكومة سيؤمن الرواتب لثلاثة أربعة أشهر قادمة لحين إقرار موازنة 21. سؤالك الآخر اللي يتعلق بالمشمولين بقانون التدرج الصحي، سبق لمجلس الوزراء اتخذ قرارا بتعيين الأطباء أو خريجي كليات الطب العام، لكن في جلسة لاحقة شمل قرار آخر شمل من يشملهم قانون التدرج الصحي، وهؤلاء درجاتهم الوظيفية مؤمنة في قراري مجلس الوزراء. وزارة المالية ستفي بهذا الموضوع في موازنة 2021، وسيتم إطلاق درجاتهم الوظيفية من خلال هذه الموازنة.